ازيكم يا عيلة العباقرة، عامل ايه النهاردة؟ هلعب لعبة كاتشر زومبي عشان نخلصها خالص خالص خالص. يعني هو اخر ليفل فيها المفروض يكون كام؟ يكون 68. احنا كام؟ احنا 58. لا واضح لسه بدري، بس ماشي. عايز هو 100 عايز هو حبان دول. مفيش تخصنا الفعل ده ولا التربو مود. تمام، هات انزل حط. طبعا هنقعد نصطاد بقى كتير. فتحت انا الكنز الجديد ده، كان عديت ليفلين. اول حاجة ده الجملة اللي بالشط ده، خلاص خلصناه، طورته على الاخر. فتحت ده اللي هو علبة عصير كنز كده، من اتنين بتوع الخفاش وواحد من بتاع الجبنة. ما اعرفش عصير ايه يعني الصراحة، بس هو عايز 20 منه. فانا عندي كام مجهز؟ 15، وعندي لسه 2 تانيين، فكان الوضع حلو. تيجي بقى نصطاد من الصور من دول. تمام اوي. هات بقى طبعا الجيت باك الكبيرة. احلى حاجة عجباني في الموضوع ده كله الكمامة. هي الكمامة دي هي اللي هي الحسنية. اوه الكمامة من اول مرة، حلو اوي. احنا اصلا عايزين الاصفر يعني، بس مش فارقة. احلى حاجة الكمامة الصراحة، عجباني اوي. وصراحة شكلها كان نصطاد كل الموجودين في ال شكلها كان ممكن نصطاد كل الزومبيات في الجيم ده، زومبيات الشاطئ بتاعت الجيم ده. لا تعالى تعالى النهاردة يا جماعة. عارف ان النهاردة هتكون حلقة قصيرة، لكن لأسباب شكلها كده اصطادنا كل الموجودين. النهارده هتكون حلقه قصيره شويه، حوالي 5 دقايق، لان انا هقعد اختص عليكم كتير في الحاجات دي. يعني هقعد اقطع كل شويه. ادي 2 3 3 كله يعتبر ان انا هقعد اختصر في حاجات كتير. ف ماشي، كانت حلقه قصيره، لكن وعشان النهارده هصور كذا حلقه، بس هنزوم على ايام مختلفه. مش هتسالني امتى يعني في التعليقات. تمام، اهم حاجه ما تنسوش تحط اللايك وشير في القناه ما كنتوش مشتركين، ويلا بينا. تمام، اللي بعده. طب لو جيت هنا تكهرب. اوه شفتهم. لا جامد السلاح ده، جامد. بحب اوي السلاح ده، يقعد يلف ويدور وكده. وخلصنا الليفل ده. طبعا قعدت حطيت كل الزومبي الاصفر اللي لقيته، هنطورها. وعايز 180 من الطبق ده اللي بتاع ايه ده، يعني كتار شويه. ممكن هنقعد نطور ده عشان الحلقه ما تطولش عليكم. اقعد اطور، اقعد بقى اصطاد من الزومبيات دي والزومبيات دي كتير بقى. ايه ده، ممكن تخلص عند ليفل 83؟ ايه ده؟ لا ده كان جليتش، كان جليتش. هو اللي ممكن تخلص عند ليفل 83 فعلا، يكون داخل حاجة. دلوقتي خلصت المهمة اللي هي بتاعت ده. دلوقتي هبتدي اللي هو بتاع الراجل اللي هو التلجي، وأول ما ليه هرجع لكم. أهو 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 أهو، تعالى جبناه. طبعا لسه محتاجين 3 غيره، يعني 2 غيره. ودي حبيت اصطاد واحد من ده عشان ما اقعدش العب 100 دور في اخر ما الاقوش، يعني من كل كام 100 دور. دي جبته، واصطاد كمان واحد زيه ونخلص الليفل. اهو سبحان الله، بعد ما اخترت الدور تعالى 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 جبتهم هم الثلاثه. ساعه اتضربت بكور التلج يعني، لكن جبت. عدينا الليفل، هنفتح 60. ايه ده، هو ده الكبير بتاعهم على ما افتكر كده يعني. بس صدمت يعني. ده اللي بيطير بالطيارة اللي فوقيه. هو عندنا هنا ناس يعني، ممكن نحط واحد. ما مفتكرش ان احنا عندنا هنا اي حد. ده اللي فات، احنا لازم اصطاد كتير وارجع لكم تاني. اهو لقيته
ده بيصطاد منين ده بقى؟ اوه من الراس، يا حظك انت، يعني ايه يطير ما لحقش. ودي اصطدت واحد تمام، واحد كمان في جيم كله 10. طبعا جمدته عشان كان طالع هو هيقع في الغالب، يعني المسافة كانت كبيرة. عدينا ليفل كمان هنطوره، وعايز 60 هو. كنت اصطدت انا كذا عشان كده جبت ناس، جبت حبة احتياط. يا عم ماشي خلاص، 13,065. اوه كده اظن انه كفاية. خلاص يا جماعة اختموا الحلقة، جبت حان السوشيال ميديا لايك، شاركوا في القناة لو كنتوش مشتركين، والسلام.